طيب نروح مع حضراتكم لفقرة كل يوم أربع، أخبار محترفينا في الخارج إيه الأسبوع ده. تعالوا ناخد فقرة الجي بي اس ونتعرف على مشاركات المحترفين المصريين في مختلف الدوريات الأجنبية، والبداية في إنجلترا مع النجم المصري طبعا محمد صلاح نجم ليفربول الذي يعاني كما يعاني فريقه. صلاح يمكن لعب امبارح في مباراة الكاس قدام وولفرهامبتون، بس كان عدد أو دقائق مشاركته كانت قليلة جدا. فهنا الحقيقة الأرقام دي مرتبطة بمواجهة فريقه الأخيرة أمام برايتون، المباراة اللي شارك فيها وانتهت بخسارة ليفربول بنتيجة 3-0 في الدوري. صلاح شارك لمدة 90 دقيقة، كان ليه محاولة وحيدة على المرمى، لمس الكرة 38 مرة، خسرها 15 مرة، تمريرات 20 بنسبة نجاح أو دقة 80%، الكي باسز واحدة فقط على مدار 90 دقيقة، وتقييمه في المباراة 6.6 درجة. وليفربول حاليا في المركز لتراجع المركز التاسع برصيد 28 نقطة. سام مورسي لسه في انجلترا، ومع سام مورسي لاعب ابسويتش تاون واللي شارك في مباراة فريقه الأخيرة اللي انتهت بالتعادل بنتيجة 1-1 أمام بلايموث. مدة مشاركة سام مورسي كانت 89 دقيقة، كان ليه محاولتين على المرمى، لمس الكرة 52 مرة وخسرها 14 مرة، تمريراته 36 بنسبة دقة 75%، والتمريرات المفتاحية 2 وتقييمه في المباراة 7 درجات. إبسويتش تاون بيحتل حاليا المركز الثالث برصيد 51 نقطة في الليج 1 طبعا مش في البريمير ليج. نروح لفرنسا والمحترف المصري الوحيد مصطفى محمد مهاجم نونت الفرنسي. مصطفى محمد بيواصل مشواره في الدوري الفرنسي وشارك مع فريقه في مباراته الأخيرة اللي حقق فيها الفوز على مونبلييه بنتيجة 3-0 مدة المشاركة 30 دقيقة. أحرز هدف واحد من الثلاث أهداف اللي أحرزتهم فرقته، وكان ليه ثلاث محاولات على المرمى، لمس الكرة 11 مرة، خسرها ثلاث مرات، ليه خمس تمريرات بنسبة دقة 80%، وتقييمه في المباراة دي كان 7.2 درجة، ونونت حاليا بيحتل المركز 13 برصيد 21 نقطة. من فرنسا هنروح لتركيا، والبداية مع تريزيجول لاعب ترابزون سبور طبعا التركي. محمود حسن تريزيجيه شارك في مباراة فريقه الأخيرة واللي انتهت بفوز فرقته على باشاك شهير بنتيجة 1-0، شارك لمدة 90 دقيقة، كان ليه محاولة وحيدة على المرمى، لمس الكرة 37 مرة، خسرها 12 مرة، 22 تمريرة هي عدد تمريراته بنسبة نجاح أو دقة 64%، التمريرات المفتاحية واحدة، إنقاذ الفرص مرة وحيدة، وتقييمه في المباراة كان 6.9 درجة، وترابزون سبور بيحتل حاليا المركز السادس برصيد 32 نقطة. ومعلومة على الماشي، تريزيجيه مكمل في تركيا مع ترابزون سبور. السعودية يبقى جدة، والاتحاد العميد يبقى طارق حامد النجم المتألق في الدوري السعودي اللي شارك في فوز فريقه في مباراته الأخيرة على الباطن بنتيجة 2-1، مدة مشاركة طارق كانت 90 دقيقة، لمس الكرة 135 مرة وخسرها 8 مرات، محاولاته على المرمى 2، تمريراته 126 تمريرة بنسبة دقة 96%، وده تطور كبير جدا لطارق حامد الحقيقة في الدوري السعودي. التحاماته الأرضية 2 كسبهم بنسبة 100%، ارتكاب الأخطاء مرة وحيدة فقط لا غير، وده تطور كبير جدا أيضا على طارق حامد. تقييمه في المباراة 7.2 درجة، وتم اختياره في تشكيلة الجولة للدوري السعودي. طارق حامد متألق مع اتحاد جدة. نجم اتحاد جدة الآخر الحقيقة نجم المنتخب المصري أحمد حجازي، واللي شارك أيضا في مباراته الأخيرة وطبعا انتهت نتيجتها بالفوز على الباطن بنتيجة 2-1، مدة مشاركة حجازي كانت 90 دقيقة، حاول على المرمى أو محاولاته على المرمى 2، تمريراته الطولية 10 بنسبة دقة 93%، واحدة من أهم مميزات الحقيقة أحمد حجازي في بدء الهجمة وصناعة اللعب. تمريراته إجمالا 67 تمريرة، إنقاذ الفرص 3 فرص، التحاماته الهوائية 3، نجح في الثلاث محاولات بنسبة نجاح 100%، وتقييمه في المباراة 6.8 درجة، واحد برضو من النجوم المتألقين في الدوري السعودي
في الفترات الاخيره. كل التوفيق لمحترفينا. احمد حمدي يمكن ما بيلعبش او الدوري متوقف في الوقت الحالي فما عندناش اخبار عنه.